طيب خلينا نكون بس قبل ما يعني ننتقل للسيناريو اللي بعد كده، عايزين نأكد على حاجة مهمة جدا، ان خد بالك ان السيناريو السبليت ما هو الا ان يعني سكوب واحد، و كل دي اتش سي بي فيهم بيوزع مجموعة او بول معينة، يعني كل واحد بيوزع مجموعة ايبيهات. خلاص كده. طيب الحاجة التانية، زي ما اتفقنا ان هو يعني في الحالة العملية غير ايه مستخدم، ما فيش حد بيعمل الكلام ده خلاص، الا في يعني سيناريوهات قليلة ممكن تحصل ان حد بيعمل الكلام ده. الحاجة التالتة والاهم، ان احنا كل الناس بتشتغل على الفيل اوفر في السيناريوهات الحقيقية او الفعلية. تمام. طيب انا دلوقتي عشان خاطر يعني هستخدم نفس اللاب، هدلت اللي انا عملته عشان الدنيا ترجع زي ما كانت، ونبتدي نطبق السيناريو بتاع الفيل اوفر كلاسترينج. هروح زي ما حضرتك شايف، انا واقف دلوقتي عشان بس ما تبقاش تايه مني، انا واقف هنا على الجهاز الاولاني اللي هو البي دي سي اللي هو الدي اتش سي بي الاول او الاصل، واقف على السكوب بتاعته، هاجي على ادرس بول وهاجي ان هو على دي ايه دي. هو ده يا باشا الجزء او البول اللي كان بيوزع منها على الجهاز التاني من 204 ل 254 اللي هم 20% اللي هناك. هاجي اقف عليها وكليك يمين واقول ديليت. خلاص كده اقول له يس. هروح على الجهاز التاني واجي ان هو على السكوب بتاعتي دي، كليك يمين واقول له ايه ديليت، واقول له يس. نعمل ريفرش كده، خلاص الدنيا زي ما حضرتك شايف فاضية. ونبتدي بقى ايه نروح على الجهاز التاني وهننفذ مع بعض السيناريو الخاص بموضوع الفيل اوفر كلاستر. خلاص كده يا شباب، هنروح نعمل السيناريو التاني دلوقتي مع بعض يا شباب الخاص بموضوع الفيل اوفر. هنقف زي ما انتوا شايفين كده هو على السكوب، نقول رايت كليك ونقول له كونفيجر فيل اوفر. خلاص. طيب هل في مجال تاني ان انا اعمل الفيل اوفر؟ هتقف على اي بي فيرجن 4 وتقول رايت كليك وتقول كونفيجر فيل اوفر. طيب ايه ازاي يعني الاوبشن هنا على مستوى السكوب وعلى مستوى الاي بي فيرجن 4؟ طب انت عايز تقول لي ايه؟ هقول لحضرتك ان انت لو عملت كده ورايت كليك وعملت من على مستوى من على السكوب، هيبقى على مستوى السكوب ده. طب لو انا عندي كذا سكوب، لو انا وقفت على اي بي فيرجن 4 اقدر ان انا اعمله على كذا سكوب. يعني ايه؟ يعني انا ممكن يكون عندي كذا سكوب هنا واعمل الفيل اوفر على مستوى السكوبس اللي موجود عندي كلها. يعني اكتر عشان خاطر توضح لك، او رايت كليك هنا على اي بي فيرجن 4 وبعد كده هقول له كونفيجر فيل اوفر. بص حضرتك كده، لو انا كان عندي كذا سكوب هنا كان هيظهروا في الليست هنا اهو بتاعتي، وكنت هسلكت واختار زي ما حضرتك شايف بقى كده، كان يعني خلي ذاكرتك كده او خلي خيالك يروح معايا ان مثلا هنا في سكوب 2 و3 و4 هسلكت عليهم واعمل عليهم ايه الفيل اوفر. فانا طبعا ما عنديش ايه مجموعة سكوبس، يعني انا بس اعملها على مستوى السكوب بتاعي واقول له كونفيجر فيل اوفر. خلاص كده هنقول نيكست. هنا هو المفروض بيسألني فين ايه البارتنر بتاعي او الجهاز التاني، هو مش ظاهر معايا. المفروض هو كان اصلا يظهر هنا اهو، مش فاهم يعني مش ظاهر ليه. طب تعالى كده نكنسل ونقفل الوزر خالص كده ونشوف هيحس بالجهاز التاني ولا لا. معلش انا قفلت خالص، خلينا نفتح تاني شوف الدنيا ماشية ازاي، ربما دي تكون تهيسة. يعني نيجي نوع على تولز ونقول دي اتش سي بي. خلاص طبعا عشان الناس ما تتوهش مني، انا واقف كده على الجهاز الاساسي الرئيسي اللي هو الدي اتش سي بي الاولاني. خلاص كده شباب، اللي هناك طبعا زي ما احنا شفنا الدنيا ايه اتدلتت وفاضية خالص، يعني ما فيش اي حاجة هنا اهو. تمام. طيب يبقى انا على السكو على الجهاز الاساسي الدي اتش سي بي الاولاني، وقلنا هنعملها على مستوى السكوب رايت كليك وهقول كونفيجر فيل اوفر. خلاص كده واقول له ايه نيكست. بعد كده هقول له اد سيرفر. شفتوا يا شباب هو كده ايه سمع الاتنين مع بعض اهو زي ما انت شايف كده اهو، و
يعني قدرت ان انا ايه استخدم الاتنين مع بعض. تمام كده شباب، على الاي دي اللي هو التاني يعني، تمام هو ده هيكون البارتنر بتاعي. تمام كده نقول له ايه نيكست. طيب زي ما احنا متفقين، خلينا نكون فاكرين ان احنا عندنا في سيناريو وفي الاوفر. عندي اتنين سيناريو. السيناريو الاولاني ان انا اكون عاملها على شاكلة او على طريقة او على اسلوب اللود بالانس، يعني الاتنين اكتف اكتف، وباي ديفولت الاتنين كل واحد واخد ايه 50% من النسبة بتاعته. تمام كده اقدر اغير في النسبة بتاعتي زي ما انت شايف كده، وازود واقلل براحتي، مفيش اي مشاكل يعني. تمام. الطريقة التانية ان انا ممكن اخليها هوت ستاند باي، وهي دي الاكتيف باسيف، واحد شغال والتاني يعني متوقف لحين يحصل اي مشكلة في اللي شغال، التاني اللي هو ستاند باي يروح قايم ويفيل اوفر عليه ويشتغل وما حسش بأي مشاكل بتحصل خلاص. لكن اللود بالانس ده ان احنا بنوزع 50% 50% على الحمل، الاتنين ايه شغالين مع بعض في وقت واحد. خلاص كده شباب. طيب الحتة بتاعت السويتش اوفر دي خلينا انا هتكلم فيها بعد شوية، لكن خلينا نتكلم على الجزئية الخاصة بيه بتاعت الاوزنتيكيشن دي لو انت عايز تعمل ايه يعني يكون ما بينهم بعض تراست ريليشن شيب، ويكون في كي ما بينهم بعض كنوع من السكيورتي. تمام كده انا مش عايز الكلام ده، مش عايز لا ان انا احط شير ولا اعمل اي نوع من يعني من السكيورتي. تمام اقول له نيكست، اقول له فينيش زي ما انت شفت كده ايه سكسسفولي، واقول له كلوز. مجرد انا زي ما حضراتكم شايفين، بس خلينا نبص كده على الادرس بول بتاعتنا. البول بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده انا عامل فيها اكسكلودد ل من 1 لـ20، من 1 لـ20 الى 1 لـ30، والرينج بتاعي الايبات بشغال من 1 على 2 الى 1 على 254. طبعا كده ده بالنسبة لما يخص ايه السكوب بتاعي. السكوب اوبشن لو انا جيت بصيت انا مدي للراوتر 1 1، ومدي للدي ان اس، طبعا عارفين الدي ان اس هو الاساسي 101. تمام كده. طيب لو انا رحت على الجهاز التاني، الجهاز التاني زي ما انتم شايفين لسه فاضي، مجرد ما اعمل له ريفريش سمعت ايه الدنيا يا شباب، ومعمولة على طريقة الفيل اوفر بطريقة اللود بالانس. تعالى بقى دلوقتي هوريك حاجة. انا دلوقتي واقف على البرايمري او الماستر بتاعي او الجهاز الرئيسي اللي عليه الدي اتش تي بي زي ما حضرتك شايف كده. تعالى بص كده، لو ضغطنا على سيرفر دي اتش تي بي وقفت على المكان اللي هو الفي اي بي فيرجن 4 وعملت رايت كليك وقلت بروبرتيز، زي ما حضرتك شايف كده في التابات دي في تاب اسمها ايه فيل اوفر، وهي دي الخاصة بالاوبشن نفسه اللي احنا عملناه من شوية. تمام كده. طيب انا اقدر منها ان انا ايديت، وممكن برضو منها ايه اديليت، يعني انا ممكن ادلت اللي انا عملته ده كله و اكن شيئا لم يكن، وممكن ادلته عشان خاطر ان انا اعمل حاجة تانية. تمام. طب ازاي؟ خد بالك انا دوست على ايديت دي، احنا واقفين على اوبشن لود بالانس صح. انا اقدر ان انا منه من خلاله ان انا احول لهوت ستاند باي مود. تمام كده. يعني انت احنا زي ما احنا متفقين ان الفيل اوفر في تو اوبشن، واحد لود بالانس اللي هو اكتيف اكتيف، ولوت ستاند باي اللي هو يبقى اكتيف بس. تمام كده. انا مش هعمل ان انا احوله اللي اكتيف باسيف او اللي هوت ستاند باي مود دلوقتي، لان انا عايز اعملها معاك من الاول خالص، ونبتدي ونمشي في الخطوات وتشوفها عشان تبقى الدنيا واضحة قدامك. تمام كده. طيب انا هكنسل اكن مفيش حاجة حصلت، وهديليت بقى زي ما قلت لك ليه اللي انا عملته خالص، واقول له اوكي. بص حضرتك خلاص هو كده ايه دلت بنجاح. هروح على الجهاز التاني على الدي اتش سي بي بتاعنا. تعال بص كده اهو الدنيا ايه خلاص فضيت مفيش اي حاجة، على طول في نفس الوقت بيروح مسمع ايه فيها اللي حصل. تمام. وانا كنت موريك من شوية إيه
لما عملنا الاوبشن الخاص باللود بالانس او الفيل اوفر بطريقه اللود بالانس، راح مسمع عنا على طول مباشره يعني. تمام. طيب خلينا بقى نروح تاني هنا اهو، ونعمل رايت كليك على السكوب بتاعنا، وهنقول كونفيجر فيل اوفر. طبعا زي ما احنا شرحنا ووضحنا الجزئية دي، ان انت لو في كذا سكوب تقدر تسلكت عليهم من هنا اهو لو كان موجود، لكن احنا عندنا سكوب واحد فخلاص نيكست معاه وكمل. تمام. المفروض ان اهو هنختار السيرفر بتاعنا، هنقول له اد سيرفر. تمام. هنسلكت هنا اهو، هناخد الاي دي طبعا، ده الجهاز التاني اللي هو هيبقى البارتنر بتاعه او شريكه في عملية الفيل اوفر. بعد ما يختارها ويقول اوكي، معلش بس في تهنيجة خفيفة، اهو اختاره نيكست. تمام كده. انت محتاج تعمل موضوع لود بالانس ولا لود ستاند باي؟ خلاص احنا عايزين هوت ستاند باي، احنا شفنا طريقة اللود بالانس كانت عاملة ازاي. طيب ايه الاوبشن ده بقى يا باشمهندس؟ الاوبشن ده حضرتك احنا زي ما اتفقنا ان في اوبشن الهوت ستاند باي الآلية بتاعته ان في واحد هيكون اكتيف والتاني باسيف. يعني ايه باسيف؟ يعني نايم، مش بيشتغل. يعني اول ما التاني يحصل له مشكلة ويفصل بيروح هو اي مكان ويفيل اوفر عليه. طب ازاي يا باشمهندس يحصل الكلام ده؟ هقول لحضرتك ان هو بيبقى فيه هارت بيتس بينهم بين بعض، وفي مسج هلو هلو، وهم انت صاحي انا صاحي انت صاحي انا صاحي. اول ما يقول له انت صاحي ويلاقي ما ردش عليه بعدها بزمن معين او بثواني معينة، بيروح هو فيل اوفر عليه لغاية لما الدنيا ايه تبتدي تشتغل. طيب الكلام ده بيحصل ازاي ويتم ازاي يعني، او ازاي هو يحس ويقوم مكانه والكلام ده هتكلم فيها بعد شوية واصبر عليه. خلاص كده. طيب يعني هي الجزئية دي ايه قصتها بقى؟ 5% دي و6% ايه دخلها في الموضوع؟ فهو زي ما قلت لحضرتك من شوية ان قصة ان هي اكتف باسيف، فقال لك طب ايه رأيك لما نخلي ان الباسيف ده او الجهاز التاني ده يوزع رينج ايبات، ما يبقاش بس وظيفته ان هو جاهز بس ان هو يشتغل مكان التاني لو التاني عطل. يعني في خلال ما هو شغال او خلال ما هو موجود او في خلال ما هو في السيناريو ده، ممكن اخليه يوزع نسبة ايبات مثلا 10% من الايبان. خلاص كده. طيب هنا هو بيقول لك عايزه اكتف ولا ستاند باي. هو ايه ده اللي اكتف ستاند باي؟ هو انت بتقول يعني عايز البارتنر او الجهاز التاني دي اتش اس بي رقم 2 يكون ستاند باي ولا هو يكون الاكتيف؟ لا طبعا انا عايز الاساسي هو الاكتيف، واللي هناك يبقى ستاند باي فسيبها زي ما هي معمول. طبعا احنا اتكلمنا على القصه الخاصه بتاعت السيكريت كي او الكي، فاحنا مش عايزين الكلام ده وهنكمل عادي مع بعض يعني. تمام. طيب قصه بقى ان هو يفيل اوفر دي ويشتغل بشكل اوتوماتيكي، ممكن تعملها من هنا وتحددها بالزمن، وممكن تعملها مانيو، لكن الصح والشغل الصح ان انت تعملها ايه بزمن، بمجرد ان هو يحصل اي فيلور ويحصل اي مشكلة في السيناريو، انت على طول بعدها مثلا بعشر دقايق يبتدي ايه يعني يشتغل او يفيل اوفر مكانه لو هو حصل فيه مشكلة، وتقول له نيكست. خلاص كده. طبعا الزمن ده انت حر فيه تعمله زي ما انت عايز. خلاص. وزي ما قلت لك انت ممكن تعملها بايديك مانيوال، وهوريك ازاي تعملها مانيوال. تمام. ادي كلوز. خلاص كده شباب. المفروض بقى نروح على الجهاز التاني كده ونرفرش نشوف الدنيا هتسمع ولا ايه الاخبار. سمعت يعني. خلاص زي ما انتم شايفين كده. تمام يا شباب. المفروض هو كده ايه الدنيا تمام وسمعت معاه وبتاع. اوكي. طيب عايزين بقى نروح كده تاني على ال دي اتش اس بي الرئيسي بتاعنا. تمام. تعالى ان هو على اي بي فيرجن 4، وتعالى كده افتح البروبرتيز، تعالى على الفيل اوفر، بص هنا كده نشوف ايه الدنيا لما نعمل edit.
الدنيا اتغيرت طبعا زي ما حضرتك شايف، وبقى الموضوع هوت ستاند باي، وان هو بيوزع نسبة 10% من الايبهات زي ما اتفقنا، ان هو ممكن يستيت سويتش اوفر انترفال، يعني هو هيشتغل لو حصل اي فيلر في خلال 10 دقايق. تمام كده شباب، الموضوع اظن واضح وسهل. طيب خد بالك ان في اوبشن هنا معمول دنت، اللي هو تشينج تو بارتنر داون. الاوبشن ده هو اللي من خلاله ممكن يتم الانتقال ل يعني ينقل الحمل على الجهاز التاني. حلو كده.